بسم الله الرحمن الرحيم سادة طلعت أنوار المشاهدين، الذهب حياكم الله بالشوحة جميعا وأهلا وسهلا بكم طلعت بهذا أنوار الفيديو الذهب تطبيق خدمات بالشوحة مالية جديد. ما هو اسمه؟ اسمه ماني توليا، ماني توليا، اسم غريب. إذا حاليا راح نبدأ بالتسجيل. طبعا هذا الموقع الرسمي الخاص فيهم، يتوفر تطبيق أيضا لهم اللي راح يكون مثلا بجوجل بلاي وأبل ستور. هذا قسم الدعم الخاص فيهم مثل ما عم نشوف أمامك على الشاشة. سيدنا الكريم متعاقد مع البنك التركي المركزي، فيزا تروي وبي كي مي إكسبريس وبي سي آي ودي إس إس. طيب مش مشكلة، مش مشكلة. طيب ماذا يفيدنا؟ يفيدنا بالشغلات هاي. جاهز؟ قناة عمار الذهبي للشروحات. حساب فردي عمار الذهبي مونوتوليا كارت، للشروحات. سهل أموال تحويل الدولي، مدفوعات، يتبرع وشحن ألعاب وفواتير. تمام. طيب راح نفتح حساب حاليا من الموقع ولا من التطبيق؟ تقريبا راح تكون نتيجة واحدة، نفس الشيء. كل الطرق تؤدي إلى لندن. يلا بالسريع بالسريع، اهم باشفور، هتحط رقم الهاتف راح يوصلك كود. تمام. بعدين هتطلع لك تيجيك منك الاسم، كينيا، وتاريخ الميلاد. بعدين راح تنطلق دوام. بعد الدوام راح تختار المسلك. هون تنويه بسيط جدا، اذا حطيتي ربة منزل وبلشت تجيك حوالات كبيرة عادي ينحظر حسابك، لانه انت حاطة المسلك غلط. وانت سيدي الكريم لو تحط عاطل عن العمل بالمسلك وتجيك حوالات راح تنحظر طبعا، اكيد يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها. تمام. يلا سجل وننتقل للخطوة اللي بعدها. طبعا هذا هو الكود مثل ما شفنا. نرجع لصفحة التسجيل، تيجي كملك اسم، كينيا، تاريخ ميلاد، شكل صحيح طبعا. حاليا اصدقائي احبتي في كل مكان، البريد الالكتروني والمسلك الدولة وشفرة التطبيق او شفرة الحساب، يعني سواء دخلت من المتصفح ولا التطبيق نفس النتيجة. طبعا ننتبه على اشارات الخطا هون، هون عم يقول لك ما يصير نكرر عدة ارقام ورا بعض، راح احط الشيفرة قناة عمار محترمة للشروحات. مختلفة عن يعني راح امشي على تعليمات الشيفرة. طيب حاليا عبينا كل شيء بشكل صحيح. هل انت متأكد؟ متأكد. نقر الدوام. اعطى لي ايميل، شو الايميل؟ نسخ لصق ما قبلته. طيب نحط واحد ثاني. قناة عمار طيب الذهبي كل شيء للشروحات. تمام. انقر دوام. قناة عمار الذهبي للشروحات. يلا تمت العملية. ايش بده؟ ما هي الرسمة اللي راح تختارها لحتى نحمي حسابك؟ الموضوع سر. طيب نحن الآن خلصنا تسجيل. طبعا شباب عشان ما نرجع أسئلة خارج المنهاج، انت كان عايز يسألك انت جنسيتك شو؟ انت شنو جنسيتك؟ جنسية سورية، فحطيت له سوريا بالخيار، تحط له تركيا تتحمل الاخطاء اللي راح تطلع لك. العم يقول الف مبروك وخوش جالدن ويا اهلا وسهلا، روح نزل التطبيق سجل دخول وخلينا نستكشف التطبيق مع بعض. يلا. طبعا فتح الحساب، في عندنا تأكيد البريد الالكتروني راح نأكده، وفي عندنا هون براياطر، في عندنا كثير شغلات. فهي الشغلات والقصص هاي مشان ما نطول عليكم، رايحين ننزل التطبيق و نعمل تسجيل دخول ونكمل الامور على النحو السليم. شروحات قناة عمار الذهبي. اذا هذا هو التطبيق يا احبتي، اسمه مونوتيلا ايزابيلا. كالعادة يا سادة، يعني رقم التليفون، شفرة التطبيق، كود يوصلك على رقم الهاتف. حاليا راح يبان باراغوندر ماكس تيرمسن. يلا نستكشف. اجرة سيز بلاس اول. طبعا البلاس، فضة البلاس اللي هي تقريبا خلينا نقول تأكيد الهوية والشغلات هاي. فما راح هلا يعني الفيديو لن يتسع، هلا العالم نام، العالم نام. نمتم يا شباب؟ لحظة سوي حركة اللمبي. نايمين؟ طيب اللي مكمل معانا وفايق تمام، راح نأكد إن شاء الله بالفيديو القادم حتى يكون الفيديو خفيف الظل.
انا رايح للبريد الالكتروني، بعثوا لي لينك مشان ااكد البريد الالكتروني، طبعا مهم جدا مشان اذا، لانه انت شخص بتنسى وجل من لا ينسى، فروح اكد البريد الالكتروني مشان اذا نسيت كم تسري بعثوا لك اياها على الرقم والبريد الالكتروني. قناه عمار إيه ونتعرف لاحقين نتعرف على هذا التطبيق، ميزته الحلوه ارسل مصاري للخارج. والى هنا اكون قد انهيت هذا الفيديو ان شاء الله، طبعا ان شاء الله. بس لحظه طول بالكم اذا في كود دعوه مشان نكسب مع بعض. هذا يا سيدي كل ما بدي اتحرك خطوه روح اكد الايميل، راح اكد الايميل وارجع. بعثنا لك رساله على الايميل روح شوفها، طبعا ممكن تتاخر، ممكن تلاقيها بغير مهمة او عشوائي تلاقيها هناك، فتنتبه لهذا الموضوع. قناة عمار طبعا هي القصة للشروحات. افتح المتصفح اكد الحساب. اهلا وسهلا.